البداية مشاهدينا ومستمعينا من مباراة الأمس اللي كانت بين الاتحاد والأهلي، حيث أنقذ المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد فريقه من الخسارة أمام الغريم التقليدي الأهلي الذي حسم اللقاء أو انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لهدف في قمة مواجهة الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة ليتقدم لمركز الثاني مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 29 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتا. نتابع الأهداف. محاولة كبيرة خطيرة باتجاه حسون، حسون تمويل، حسون مرمى، حسون تمرير، وإلى غريب، وإلى غريب، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله، مباراة الديربي والصدارة، الكرة العرضية، تمريرة خطيرة، تسديدة اكتسح نادي الاتفاق ضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورفع الاتفاق رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الثامن. ويحل الاتفاق في الجولة المقبلة ضيفا على الهلال، في حين يواجه أبها نظيره الباطن. خلونا نتابع الأهداف. وساري عمرو الآن الكرة، أوبا ممكن يسجل، سجل لعب الله من جديد، وكرة وخطيرة، والجول الثالث والجول الثالث والجول الثالث، الله نعيم أخذ الأول وأخذ الثاني وأخذ الثالث وأخذ الرابع وحط الجول، الله الله، ولا جول ولا جول ولا جول، جول جول لرياض شراحيلي. هذه وقفة تذكيرية مع مباراة الدوري السعودي لهذا اليوم.